يا عبدو. نعم. في حد فاضل بره تاني؟ مفيش غير الطالب اللي اسمه بيرم بتاع كل سنه ده، ربنا ينتقم منه اشد انتقام على اللي هو عمله فيا. بالامانه يا دكتور انا عاوزك تاخد لي حقي، انا بقالي سنتين ما بعرفش همشي غير بظهري. وبيرم ده لسه ما حرمش، الواد ده لسه ما اتخرجش، ده رابع ولا خامس سنه. بيقول ايه؟ سيبوه لي بقى السنه دي واتقالوا انتوا بس شويه. هاتوا يا عبدو دخله. حاضر حاضر. منه لله. ايه يا جماعه الموضوع؟ ما تفهموني. الولد ده في الحقيقه حاله غريبه جدا. في خلال الخمس سنين بيجيب امتياز في كل المواد، لكن للاسف الشديد بيعيد عشان خاطر البحث. مشروع العناب للسنه الخامسه على التوالي، وعندي امل انها تبقى الاخيره ان شاء الله. متهيألي السنة اللي فاتت كانت فترة كافية أوي للجنة إنها تراجع نفسها وتعرف الغلط الفظيع اللي هي عملته فيا، إنها سقطتني السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي فاتت والسنة قبل قبل اللي فاتت والسنة قبل بيرم. قبل خش في الموضوع على طول وباختصار، الكلام اللي أنت بتقوله ده إحنا خلاص حفظناه صم. زي ما سبق وقلت لكم خمس مرات قبل كده إن المشروع بتاعي بيعتمد على زهرة العناب، وبداية زراعة زهرة العناب كان في القرون الوسطى في دول شرق أوروبا، وطبيعة الجو البارد في أوروبا والأرض هناك ساعدت على تبطيء الإنزيمات النشطة في زهرة العناب، وعشان كده اتعرف العناب على إنه مهبط، وهي دي الإشاعة اللي مالت العالم، لأن الحقيقة اللي ما يعرفهاش حد في العالم غيري إن العناب عمره ما كان مهبط. بالعكس العناب منشط. زهرة العناب زهرة خماسية بتتكون من خمس ورقات، كل ورقة منهم بتتكون من خمس كاسات، كل كاسة منهم بترمز لحاسة من الحواس الخمسة بجسم الإنسان. اللي أنا عملته إني أضفت بعض المحفزات الطبيعية بنسب دقيقة جدا ما يعرفهاش غيري، وكانت النتيجة مذهلة. والتركيبة دي لو اتحققت لأي كائن حي بتخلي هرمون التستوستيرون يتفرز بكميات كبيرة جدا، ده بيخلي عملية النمو العضلي تبقى أسرع 50% عن الطبيعي. بناء عليه سرعة استجابة المخ للمؤثرات الخارجية بتبقى أسرع 50% عن الطبيعي، وبناء عليه سرعة استجابة الأطراف لأوامر المخ بتبقى أسرع 50% عن إيه؟ طبيعي. انتوا مستوعبين أنا بقول إيه؟ دي معجزة بكل المقاييس. طب بقى يا دكتور بيرم، ما تقول للجنة على النتائج السلبية للتركيبة بتاعتك، وتقول لهم إن هي بتأثر على الجهاز العصبي والجهاز التنفسي لما جسم الإنسان بيتعرض للمية المالحة، وده طبعاً نتائجه على الفئران اللي أنت قضيت على تلات أرباع الموجود منها في البلد، وكل ده عشان إيه؟ عشان خاطر العناب بتاعك، ده غير الأعراض اللي ظهرت على بعض البني آدمين اللي أنت حاولت تحقنهم بالتركيبة بتاعتك، منهم زمايلك وقرايبك، ده غير عبد الفراش يحاول الله اللي هيقضي بقيت عمره مرشدية. وإيه المشكلة؟ إيه اللي حصل يعني؟ أي اختراع اتعمل عشان يوصل للبشرية كان ليه ضحايا. طب يا أخي لما أنت عارف الكلام ده، ما كنت تجرب التجربة بتاعتك دي على نفسك ويبقى أنت الضحية وتريحنا منه، ولا أنت خايف يحصل لك زي ما حصل للدكتور شيحة؟ ما تجيبش سيرة الدكتور شيحة على لسانك، ما أنا لو شايفكم مؤمنين بالمشروع بتاعي وهتكملوا المسيرة من بعدي، أنا كان ممكن أعمل التركيبة على نفسي ومش هيهمني إني أموت عشان خاطر التجربة بتاعتي في 60 دهيانة، لكن أنا عارف إني لو مت أو جرالي حاجة المشروع ده هيموت من بعدي، وأنا ما عنديش استعداد إن المشروع بتاعي يموت. مؤثرين أوي الكلمتين اللي أنت قلتهم في الآخر دول، أشوفك السنة الجاية. النعمة انتوا شركة حرامية، ده انا لسه شحنة على الهوا بخمسة جنيه. أحمد بقول لك إيه؟ معاك رصيد؟ معلش يا سلمى أنا عندي ميعاد ومستعجل. صباح الخير يا بنات. حد منكم معاه رصيد؟ عايزة أعمل مكالمة بس دقيقة واحدة بس. رحمينا بقى يا سلمى، هو كل يوم؟ هو إحنا أغنى منك ولا بناخد مرتب أكبر منك؟ خمسة وخميسة، يعني أنا عشان أحسن منكم وبكتب مقالات أحسن منكم بتاكل مع رئيس التحرير تحسدوني وتنفسنوا عليا؟
ما تبطلوا بخل بقى بنات مقيحه. احترمي نفسك يا سلمى، انت مخلصه لي الرصيد امبارح ب 30 جنيه. يعني هو انا كنت بعمل مكالمات لنفسي؟ ما انا كنت بكلم كاريكا عشان اتفق معاه على فرح بتاع مفيده بنت خالتي. يا سلام، وهو كاريكا هيجي فرح بنت خالتك وانت بتشحتي رصيد؟ طبعا يجي غصب عنه، مش احسن مفقعه ومقاله تقعده في البيت. يا صباح الخير. اهو جالك حبيب القلب واللي معاه رصيد. صباح الخير يا بهك. صباح الفل يا ست الكل. بقولك ايه، معاك رصيد؟ وربنا، شوفي وربنا، لسه شاحن النهارده مخصوص. اها استاذ بهجه، والنبي تمدي لي على الموضوع ده عشان انزله المطبعه. هات يا اشرف. اتفضل. الفنان مسعود عبود في العنايه المركزه. طب بص يا اشرف. ايوه استاذ. امسح دي واكتب ورايا كده. تمام. الفنان مسعود عبود في ذمه الله. حلوه. طب يا ساتر يا رب، بس ده ما ماتش يا استاذ بهجت، ده في العنايه المركزه بس. وانا قلت يا اشرف، وانا قلت انه مات؟ لا، انا بقول انه في ذمه الله. مالي في ذمه الله وانت في ذمه الله وكلنا في ذمه الله، ولا ايه؟ طبعا. اهم حاجه يا اشرف الصحافه. ايوه. البهارات، المنشط تشد عين القارئ، جوه احشي زي ما انت عايز بهارات. ايه يلا. تمام. اطبع على كده. تمام يا استاذ. تعلموها بقى. كنا بنقول ايه؟ ده ايه الدماغ دي؟ بقول لك ايه، ما تبعت لي 20 جنيه رصيد. وربنا، شوفي وربنا، 50 جنيه، 20 جنيه دي مش مقامك. ودلوقتي اشتري لي على ده يا استاذنا بعد اذنك. وريني. هات يا منير. منويل جوزيه يترك الفندق المقيم به وينزل في فندق اخر قريب من النادي الاهلي. جرايه يا منير، جرايه يا حبيبي، ما تفكر شويه، انت بقالك كام سنه معايا هنا؟ ده عنوان ده؟ هو النادي الاهلي ده فين؟ في الزمالك. يعني هو ساكن في الفندق اللي فين؟ في الزمالك. يعني المهم ما يبقاش كده، خد اكتب. مدرب الاهلي ينتقل للزمالك. بهارات، منشط، شد القارئ، اتعلموها بقى. بقول لك ايه، ما تديني موبايلك كده، عايز اعمل مكالمه، اصل النهارده فرح مفيده بنت خالتي وعايز اكلم لها كاريكه كده يجي يعمل يعني مفاجاه. دقيقه اتنين عشرميه، المحمول وصاحب المحمول. الو. ايوه يا مام. مامي عامله ايه؟ ايه؟ طب ثانية واحدة. معلش يا بهجت، ممكن نبعت 20 جنيه رصيد لماما لحسن معاش رصيد؟ ايه؟ وماله؟ ايوه يا ماما. مدحت، لازم اجيب نفسي ولا ايه؟ لازم يا فندم. الو، عمليات. اقفل لي مداخل ومخارج الشيخ زايد واعمل لي كوردون 50 متر حوالين مكان العمليه. فين غرفه العمليات يا مدحت؟ اهي يا فندم، بس ما كانتش مستاهله صدقني غرفه عمليات. مدحت، انت نازل معايا عشان تتعلم، وده الدرس الاول يا مدحت. لما النقيب تيسير فهمي يقول على حاجه مش مستاهله انها مستاهله تبقى مستاهله يا مدحت. اكيد مستاهله يا فندم. اتفضل فندم. مين دي يا مدحت؟ دي الهنم صاحبة القطة يا فندم. امسك. ما تقلقيش يا أمي، كل حاجة هتبقى تمام، هتبات في حضنك النهاردة. بص يا مدحت، دي خريطة المكان، دي الشجرة اللي عليها القطة، دي القطة، ودي الست صاحبة القطة، وده غرفة العمليات بتاعتنا. المعلومات اللي عندي بتقول إن في شجرة جميز قصادها الناحية التانية. أنا عايزك تاخد قوة وتطلع لي استكشاف على الشجرة دي. شجرة دي يا فندم؟ أنا مدحت، استكشف إيه؟ الإمدادات وصلت يا مدحت، أنا كلمت الإدارة وطلبت قوة من الأمن المركزي و50 علبة تونة قطعة. تونة قطعة؟ أنا عندي فكرة بسيطة، إيه رأي حضرتك لو نبسبس لها؟ بس 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 بس. هتنزل، حلينا مشكلة. بس لا هتنزل. هنخش في تفاصيل مع القطة يا مدحت. من انت شغلانتنا فيها بس يا مدحت. بس يا فندم بس. وبعدين انا مش هستناها تنزل يا مدحت، انا هجبرها انها تنزل. الو، عمليات، النقيب تيسير فهمي حول. ابعتي فرقة 8 قناصة للضرورة القصوى. زعلانة منك يا ارتجال، زعل غير عادي، زعلانة منك موت، شهر ما اسمعش صوتك. معلش يا فاطمة، أصل كنت عندي ابتهال أختي في اسكندرية. وابتهال دي كمان نادلة،
نادلة كانت بتكلمني كل يوم، فجأة كده قطعت لحس ولا خبر. المهم أنا جاية النهاردة علشان ولادك. بيرم ولا الأبنودي؟ لا أبنودي ده إيه؟ الأصول الكبير يتجوز الأول. بيرم ده ما بيعمرش في حتة، بيرم منه لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. لكن الأبنودي، وأنا جبت اللي الأبنودي قطقوط كده ودانه مزنهرة وشفت عينين بقلالة إزاي ومحاسب قد الدنيا. بس برضو بيرم اللي يتجوز الأول. بيرم ده مفيش منه رجا، كان خاطب بنت زي الفل وفسخوا الخطوبة. الله يمسيك بالخير يا حبيبتي يا بسمة، كانت بنت زي الفل. منك لله يا بيرم على بهدلة بنات الناس. البنت خلاص مش نافعة، ملهاش جواز تاني. البنت خلاص بقت زي الساغ الباير، أهلها حالفين ليسجنوا بيرم. هو على ايه يا اختي ده كله؟ هو ايه اللي حصل؟ ما تخانيش اتكلم وما تخانيش احكي، عشان كل ما افتكر الموضوع دوت ضغطي بيعلى ودمي بيفور. منك لله يا بيرم يا اللي حرق دمي. خلينا في الابنودي الغلبان اللي على قد ايدي، وين العرايس اللي عندك؟ خدي خدي العرايس هنا. دي فلاشاية فيها عرايس اشكال والوان، اشي بنات في العشرينات واشي ارامل واشي مطلقات. فرجيهم بقى للشباب وبيكلميني. يلا مع السلامه. سبحان الله، ده العلم اتقدم والطب كمان اتقدم. انا مش مصدقه نفسي، انت وعدتني انك هتنزلها من على الشجره بس مش بالطريقه دي. طبعا يا فندم حضرتك، اولا انا اسف على الوضع اللي احنا بقينا فيه ده دلوقتي. عايز حضرتك تهدي بس. اولا الاعمار بيد الله، دي حاجه معروفه جدا يعني. ثانيا فرقه القناصه اللي نزلت يا فندم كانت واخده اوردر انها تضرب تهويش في منطقه الديل. اسف فندم، بس واضح ان بوسي يا فندم فاجئتنا بحركه عجيبه جدا، لفت دماغها مكان الديل يا فندم وقت التهويش، مما ادى الى الحادثه اللي احنا شفناها دي دلوقتي. انا اسف فندم جدا، شدي حيلك يا فندم. انت اصلك مش حاسس بيا وما تعرفش انا كنت بحب بوسي قد ايه. لا يا فندم، انا مقدر شعور حضرتك جدا، لان وانا صغير كنت مربي عصفور ابيض على برتقاني ومات في ظروف اصعب من دي. مش دي اتقطعت 600 حته؟ بلاش مبالغه يا فندم، هم 8 حتت بس غير الديل يعني. وعموما انا امرت بعمل تحريات عن ملابسات الحادثه وجاري التحقيق مع بعض من عناصر جهاز الشرطه، وعايز حضرتك تتاكدي ان لو في اي حد من جهاز الشرطه اخطا هينال عقابه. انت بتقول ايه؟ انا دماغي تايهه. ده اللي انا كنت خايف منه. يا فندم انا عايز حضرتك تروحي دلوقتي وتروقي دماغي جدا، وانا بنفسي ان شاء الله هنزل سوق الجمعه اجيب لحضرتك واحد زيه بالظبط. يا مدحت الحقني يا مدحت. طب استنى هظبطها.
العريس بقى يقول للعروسه ايه؟ انا هوريك يا عصام بقى، انا جايباك تحيل الحفله، تعملوا لي مصيبه. حقك عليا، انا اللي مشغل معايا شويه بهايم. يعني انا الحق عليا يا نجم اني لحقتهم قبل ما الفاس تقع في الراس، ويناسبوا واحده لمؤاخذه. لمؤاخذه دي تبقى بنت خالتي. على فكره بقى الحيوان ده عمال يعاكس فيا من اول الفرح، وانا مش راضي اتكلم عشان ما بوظش الفرح. حيوان مقبوله منك يا برنسيسه، بس على فكره انا ما كنتش بعاكس، لا انا الغريزه كانت سايقاني. شايف يا عصام؟ وبتعكسها كمان وانا واقف، وحياه امي لما تزرع اديك بالجزمه. طب مش نازل يا نجم؟ لما تبقى تعرف تلم رجالتك يبقى كلمني، وقابل بقى اللي انا هكتبه عنك في الجورنان. اما فضحتك زي ما فضحتني. ولا مالكش شغل معايا يا قاضي، اتكل على الله. يا رب يا نجم، عشان خاطر انا نجم، معلش ايه اللي حكايه قطع العيش دي؟ بوس على راس النجم وقول له سوق يا مسكر. يا عم هيصه مش كده يا عم. لا مستر انا مش مستر، الواد ده شقم عليا ووشه نحس. بقول لك ايه، تقعد اسبوع في البيت. يا استغفر الله العظيم. خلاص اخلص بقى. في يا عم هيصه، هي كلها كام اسبوع يا عم هيصه؟ الله انت بتبمبك كمان. بقول لك يا عم هيصه، خلي الكلب ده ياخد باله من اكل عيشه. حاضر يا عصام يا كاريكا يا ابو قلبي بزيكا، ابدعت يا كوكب الارض. راجل مفتري بس حلو قوي كده. تعالى يا عم هيت. شكرا يا اسطى. على مهلك يا عم هيت، على مهلك. كده يا حبيبي. لا لا خلاص يا عم هيت، بكره بقى بكره خلاص. بقى اللي بيعملوا فيه عصام كاريكا ده يا عم هيت؟ طب انا راضي ذمتك، يخصم مني ماشي، انما يقول عليا نحس. لا ملوش حق طبعا. وانت عمال تزيد معاه وعمالين تفكروا بعض بمواقف، وربنا كلها صدفه وتصادف يا عم هيثم. صدفه وتصادف بس يا عصفور يا حبيبي، انا عايزك برضه تراعي لقمه عيشك، لانك بتحصل معاك حاجات غريبه وكلها صدفه وتصادف. مثلا يا عم هيثم. مثلا الله يرحمها امك بقى، يوم ما ولدتك هي طلعت وانت نزلت. هي طلعت فوق عند ربنا طبعا. صدفه وتصادف يا عم هيثم. صدفه وتصادف، بلاش كده. ابوك الله يرحمه كان اكبر بنياتش في الشرق الاوسط والميدل ايست. اليوم الوحيد اللي فكر ياخدك معاه السيرك عشان تتفرج على نمرته، الاسد يا عيني كلو. طب انت كنت موجود اليوم ده في السيرك يا عم هيثم، واكتر واحد عارف انها صدفه وتصادف. ما انا عارف، انا قلت حاجه. ما بالصدفه برضه محاسن الحلو داخله بالاسوده تعمل نمرتها، وكل يوم بتخش. المره دي دخلت على ابوك قبل ما يخلص نمرته. الله يرحمه بقى، الأسود أكلته. صدفة وتصادف يا عم هيثم، أمال إيه طيب؟ الله يرحمك يا عم حمامة، الله يرحمك يا حمامة يا أخويا. ريست إن بيس ماي فريند. إيه؟ ريست إن بيس ماي فريند. بقول لك إيه يا عم هيثم؟ على السكة وعلى الدغري كده، أنا موضوع الصدفة والتصادف ده زاد عن حد في حياتي، وأنا مش عارف أحط إيدي على البلف. ما تساعدني يا عم هيثم، أعمل إيه؟ إعمل زار. ها؟ زار، حد يعمل لك زار، حد يرقيك. او على الاقل استحمى. مش فاهم يعني انا ايه اللي يخليني استحمى يا عم هيثم؟ ما عشان النور يجي. صحيح، ده النور قطع. دي مفارقه غريبه جدا يا عم هيثم، كل ما اخش الحاره النور يقطع، مش عارف ليه يا عم هيثم. انت مش عارف ليه؟ قضاء وقدر، قضاء وقدر يا ابن البومه. الحمد لله على السلامه يا ابو، جيت وجبت النور معاك يا عصفور. صدقي. ازيك يا بنت رتاشة؟ أنا كويسة يا أخويا طول ما أنت كويس. اقعدوا يلا كلوا لكم لقمة، تلاقيكم على لحم بطنكم. لا 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 لا، كلوا أنتوا، كلوا، أنا هطلع أنام على طول. ناكل لقمة ولا حاجة تقف في زوري، صدفة وتصادف. تصبح على خير يا عم هيثم. واحد كبدة في الفينو يا سيد. حاضر. أنا عايز سجق. حاضر. واحد سجق في الفينو يا سيد. حاضر. وعايز جزر مخلل يا نتاشة. ما تنساش الجزر يا سيد. حاضر. مالك يا أخويا؟ شايل طاجن ستك ليه؟ أنت اتخانقت مع كاريكا تاني؟ اتخانقت مع كاريكا تاني. بس مش ده اللي مضايقني. على السكة وعلى الدغري كده يا بنت نتاشا، أنا في موضوع مشعل دماغي. قول يا أخويا فضفض. قول يا أخويا فضفض عشان تاخدي المعلومة من هنا تروحي تخبطيها على أبوكي من هنا. اخص عليك يا عصفور، وأنت عمرك قلت لي على حاجة ولا رحت خبصتها على أبويا؟ حصل، قلت لك قبل كده إن أبوكي ريحة بقه وحشة، قمت رايحة خبصها له على طول. طب وأنا أعمل إيه يا عصفور؟ مش قلت له عشان يغسله؟ الحارة كلها اشتكت. يا سيدي لو زعلت مني ما عدتش أعملها تاني. قول بقى. خلاص، قدري ما حصلش وإن حصل ما يتكررش. سامحتك يا بت. طب قول. على السكة وعلى الدغري. على السكة وعلى الدغري. بحب يا بت نتاشا. بتحب؟ بحب ومش طايل يا بت. انت اديتيني ضهرك كده ليه يا بت؟ مكسوفة. مكسوفة ايه وانا هقلع؟ طب ما تقول كده أول حرف من اسمها؟ بقول لك أول حرف من اسمها ليه؟ ما أنا ممكن أقول لك اسمها كله. طب قول اسمها. سلمى. سلمى؟ سلمى. سلمى دي مين يا ابن البلياتش؟
في يا بنت انت تهبشت ولا ايه؟ امشي بقى من وشي بدل ما نسل عليك الشبش بالساعات. انت تهبشت يا بنت ولا ايه؟ انا يا حبيبي تهبشت. جاتك داهيه وانت شبه ابوكي. جاتك 60 داهيه وانت شبه ورقه جرانين كده. العصفور يا طبخ. عصفور عامل ازاي؟ كويس ولا عادي؟ عادي. انت عامل ايه؟ زفتوفه صاحبي بحسك. ليه بس كده يا زميلي؟ ينفع اللي انت عامله كده؟ عصفور في قلب الحاره عامل عرض ازياء بالقميص ده في قلب الحاره؟ ينفع كده؟ القميص ده بتاعك عصفور؟ انت كده بتذلني يا صاحبي. مش بذلك ولا حاجه صاحب. القميص ده جوز خالته متقع في البحريه، ممكن نغرق الدكانه هنا. انت كده بتذلني يا صاحبي عشان انت عارف ان ابويا وامي ميتين وماليش حد. لا مش بذلك. وماليش اصحاب هنا في قلب الحاره يا باخ. لا 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 انت بتذلني يا باخ. لا 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 انا ضربت الوضع اصلي ما لقيتش صاحب جدع. لا عصفور لا ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. عصفور الجمله دي بتنفذها؟ انا ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت عصفور. وهقلع القميص. لا عصفور. وهقول للحاره ان بخ صاحبي هو اللي مشاني عريان. لا عصفور. ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت. انا ضربت الوضع ما لقيتش صاحب. اسكت عصفور. القميص ده بتاعك، ولو جه صاحبه هنا اديله بالجزمه. انت صاحبه وحبيبه وانا جدع عصفور. القميص ده بتاعك. طب حس كده بقى، انا ليا عندك طالب. امرنا عصفور رقبتي. البنطلون اللي هناك ده، تصدق ان انت ما عندكش دم؟ ساعة ونص عصفور عمال اقول لك بديك درس في الاخلاق، واقول لك وكفايه القميص، ينفع كده؟ انت تاخد دكان عصفور؟ انت كده بتذلني تاني يا صاحبي. ما بذلكش ولا حاجه. بتذلني تاني يا صاحبي. وربنا ما بذلك عصفور. ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. ما تقولش كده عصفور. ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. الجمله دي بتنرفزني عصفور. ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت عصفور. البنطلون ده بتاعك، هو اللي هيلبسه احسن منك، وانت هتبقى فنان وهتعلى ولازم تلبس عصفور. وفي مفاجاه هتحطم مشاعرك وتسحل احاسيسك. اكمل الواد كوبايه. علل. كان بيدعبس في الصنداره بتاعت ابوه، وقيس فجأة لقى شريط فيديو. ايه؟ قري. متهزرش. لا اهزر. ده من النوع اللي انت بتعشقه وبتموت فيه. ادي عصفور. سومو. سومو اصلي. ارفع واحده تيجي 160 كيلو. يعني كروش. وافخاس. وارداف. والغود. بقول لك ايه يا لبخ، اولا مش عايز المنطلون. احسن. ثانيا انا طالع اوضتي فوق. نص ساعة لو ما كنتش عندي انت وكوباية والشريط، انا هرمي نفسي من فوق السطح. هي ربع ساعة لو كوباية ما جابش الشريط، هتلاقوني هنا قطع شرايين ايديا. يلا. الوداع يا زميلي. مع السلامة. يا نهار اسود. لا. كليك يمين. كليك يمين. كليك يمين. ايه رأيك في دي؟ كلهم كويسين يا ماما. كليك يمين. ايه رايك في دي؟ كويسه برضو يا ماما. كلهم كويسين؟ امال ايه؟ مش كويسين ولا ايه؟ معقول كلهم 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 كويسين؟ مفيش واحده اب، واحده داون، واحده مش مزاجك، مش عاجباك؟ اللي انت تشوفيه يا ماما. شاور يا حبيبي على واحده على ذوقك انت بتحبها، اروح اجيبها لك من شعرها اجوزها لك. طب افترضنا ان انا اخترت واحده وبعد شويه حبيت ارجعها، ينفع؟ المهم قبل 48 ساعه ويكون معاك الريسيت. كليك يمين. كليك يمين. كليك يمين. كليك يمين. انتوا بتعملوا ايه؟ تقتحم خصوصياتنا كده ازاي؟ مش تخبط قبل ما تدخل؟ ايه الغباوه دي؟ بتعملوا ايه يا بنودي؟ بنتفرج على صور بنات. ايه العلاقه الغريبه دي؟ انت قاعده مع ابنك بتتفرجي على صور قبيحه؟ اخرس اخرس قطع لسانك. دي صور بنات معروضين للجواز، انت فهمت ايه يا بيرة؟ اجتك قوى. انت واد مفتش علينا ولا ايه؟ جاي تاخد التمام؟ انت عملت ايه في المشروع؟ ورد عليا لما اكلمك. شفيقه حبيبتي ازيك؟ بصي جبت لك ايه معايا؟ بصي يا شفيقه، بصي جبت لك ايه؟ ليه؟ امسكي. انت هتعمل ايه فيها ولادات وتقعد تلعب لي في الكلبه بتاعتك دي؟ انت عملت ايه في المشروع؟ الحمد لله يا فاطمه. صحيني بقى السنة الجاية الساعة 9 الصبح. 9 الصبح والسنة الجاية؟ استظرف استظرف. ميراث أبوك ضيعته في إيه؟ ضيعته على الكركديه؟ مالت لنا البيت كركديه ومكونات كركديه؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك. سيب يا فاطمة اللي في إيدك ده، عشان لو هب في وشك مش هعرف أفرقك عن شفيقة. ولد من هنا ورايح، كل ده في الزبالة. يترمي في الزبالة وتنضف لي الدنيا وتستحمى، ريحتك وحشة مالية الدنيا ولا العمارة. وشعرك ده، شعرك ده، شعرك ده تحلقه. افتكري بقى الكلام ده، ها؟ افتكري يا فاطمة عشان لما اخد جايزة نوبل ما تقعديش تتمحلسي لي عشان اسامحك. نوبل؟ نوبل ايه بشعرك ده؟ احلقه. عارف يعني ايه تحلقه؟ رغي كتير انت، رغي طول الوقت يا رغي. صبعك ده لو طلعتولي تاني مرة وانا بتكلم معاك هقصهولك والكلبة دي تسربها. ماشي يا فاطمة وانت من اهله.
يا دكتور شيحة. شكلك يا بيرم بيقول انهم سقطوك تاني، قصدي تالت تقريبا خامس. بس انا مش هيأس، هعيد النسب اكتر من مرة لحد ما اوصل للتركيبة السليمة. هو ده تلميذي، برافو يا ابني. بس اوعى بيرم، اوعى تجرب على نفسك، تغلطش غلطتي يا ابني. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. يا طب اخويا وغلط وخلفك ومات الله يرحمه. اقوم انا انهبش في عقلي واتوسطك ودخلك كليه الشرطه. لا وايه؟ وشغلك في نفس الاداره اللي انا شغال فيها. حضرتك فندم عارف جدا ان انا ما كنتش عايز اخش كليه شرطه. حضرتك اللي صممت. انا كنت مقدم في معهد سينما. حضرتك اللي سحبت وصممت عشان ابقى جنبك. صح. وانا ابن 60 في 70 والانقح من كده ان اجوزك بنتي. على فكرة يا عمي حضرتك برضو اللي صممت ان انا اتجوز دينا. وبعدين على فكرة احنا هنا في الشغل مش في البيت، فياريت ما تكسرش حاجز الاحترام اللي بيننا. انا لو كسرت حاجز الاحترام اللي بيننا هقوم اديك باللي في رجلي على دماغك. سحب لي 4 بوكسات وراك وقطع لي الطريق وطالب قناصة. ايه هتقبض على خط الصعيد؟ لا يا فندم مش قط الصعيد، ده قط شرازي عادي جدا. بس لو كنت حضرتك شفت نظرة الست صاحبة القطة اللي هي ممكن تبقى أمي أو أمك. اخرس. تمام يا فندم. أنا اتحط في الموقف المحرج ده قدام سيادة الوزير بسبب واحد تافه زيك. سيادة اللواء من فضلك، الست دي لو كان جرالها أي حاجة. اسكت. ده أنا اللي هتحاسب مش حضرتك. اسكت لحسن هديك باللوكمية في شنبك ده. تمام يا فندم. من الليلة تقف لي في لجنة الدايري. لجنة على الدايري؟ حضرتك يا فندم عارف ان انا قدراتي اعلى من ان انا اقف في لجنه يا فندم. قدراتي اعلى، انت بكتير وتسلم رخص. الو. ايوه يا دينا. يا حبيب بابا. ايه بابا؟ اموريني. ليه يا حبيبتي هتاخر النهارده شويه؟ عندي شغل كتير. لو الزفت هيتاخر معايا النهارده كمان. ايه؟ طيب. خد كلم مراتك. الو. ايه يا ست وانا. ايه يا دندون. لا قاعد مع بابا شويه كده. اعمل ايه بقى، كل حاجه لازم اعملها بنفسي. بقول لك ايه يا دندونه، صحيح حاولي بقى لما ارجع تشبعي مني عشان عندي شغل بالليل كتير قوي ومش هبقى فاضي لك خالص. ايه مش فارقه فعلا؟ ماشي يا حبيبتي، ماشي يلا. لا اله الا الله، بموت فيها بنت الكلب. اخرس يا ولد. الله يرحمك يا بابا. الله يرحمك يا ماما. مت وسبت الدابة تنهش في لحم عصفور. يا كنت طفل قوي وانا صغير. ده هي اجدع واحدة. ايه يا قرطاس النكد، انت بتطلعي منين يا بنت نتاشا؟ يا سيدي انا جايه اطمن عليك. وبعدين انت بتعمل ايه؟ انا بتفرج على شويه صور وبكتب متذكراتي. طب يا اخوي اكتب متذكراتك بس ما تكتبش انك زعلان مني من اللي حصل تحت. يا بنت انت اقل اصلا من ان عصفور حمامه يفكر فيكي. عموما انا جايه اكبر بخاطرك على اللي صدر مني تحت. يلا بقى كمل لي القصه اللي كنت بتقولها. مين ده؟ ايه قصه حبك؟ قصه حبي، حته قصه يا بنت، قصة يتعلم منها العشاق. نار الأشواق يا بنت نتاشا. وبقى لها قد إيه يا أخويا بقى القصة دي؟ يعني ساعتين تلاتة كده يعني. يا خبر أسود، كل الفيلم الهندي ده على ساعتين؟ ساعتين بس إيه؟ بطعم شهرين سنتين. دي لازم يا أخويا بتموت فيك بقى اللي أنت غرقان لشوشتك فيها دي. ما تعرفش اسمي أصلاً. ما تعرفش اسمك؟ تلاقيها زي القمر. زي القمر بس. دي زي العسل يا بنت نتاشا. حتة بامبوناية كده أحلى مني يعني؟ إيش جاب لجاب يا صندل أنت؟
بقول لك يا بنت ناتاشا، هو انت بجد مش مقتنعه انك شبه ابوكي؟ بقول لك ايه يا عصفور، دي خلقت ربنا وملكش يا اخي طريقه فيها. وبعدين مالها يعني تخينه؟ امال معفنه زيك. بقول لك يا بنت ناتاشا، اقسم بالله ما عايز اعقدك، بس عارفه سلمى دي؟ شايفه الباب اللي هناك ده؟ ما تعديش منه. شايفه البرميل اللي هناك ده؟ كتر فخدتها بس اتخن من كتر البرميل ده. بقول لك ايه يا عصفور، انا اساسا اليومين دول مش مهتميه بنفسي قوي. انا اصلا لو اهتميت بنفسي انا عارفه ان المحاشي بتجيب معايا بسرعه. الكلام حلو يا نتاشا، بس المهم الافعال يا قرطاس النكد. ده جبنا الفيديو عصافير. ده كوبايه جبته ولا ايه؟ جبت شريط. بس بقول لك ايه يا نتاشا، ما خمسه بالحب كده عشان عايز العيال في كلمتين. وماله يا اخوي، اقعد معاكم وانسكوا، اعمل لكم شاي قهوه، احتاجتوا حاجه كده ولا كده؟ لا احنا الحقيقه اصلنا مش هنحتاج حاجه. وبعدين ده صلاه الفجر، تلاقي عم هيثم هيصحى دلوقتي ويستعوقك. عم هيثم نايم ومستغطي كويس قوي، وبعدين لو عايز حاجه هيديني حس وانا هروح له على طول. طب بقول لك يا نتاشا، احنا هنتفرج على فيلم فيه ناس عريانين خالص. اوه على ابو، شكلك شبه ابوكي. ايه ده انت جاحد اديتها لك؟ سيبك منها بس دلوقتي. فين الشريط؟ ده كوبايه اهو. ايه ده؟ ده بخ. انت جاي نهزر يا بخ؟ ولا الشريط التاني اللي مكتوب عليه الرزيله كنز لا يفنى؟ اللي هو ده فرحه. يلا بينا ونجيب نرمينا. الحمد لله بالسلامه. متودي يبقى نصلي الفجر سوا. حرما مقدما. اطلع. ايوه هنصلي الفجر جماعه النهارده.